وتنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد. سهام، أهم ما تضمنته الزيارة حتى الآن. نعم، مرحبا بكم. زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، هو التقى في الخرطوم حتى الآن بوزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وكما التقى أيضا بالفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. من خلال حديث وزيرة الخارجية تعرف على موقف السودان تجاه المفاوضات وتجاه سد النهضة، وأن السودان يعني ينادي مسألة الوساطة الرباعية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وأكد أنه يتفهم موقف السودان. في لقائه بالفريق الركن عبد الفتاح البرهان كان الحديث أيضا عن سد النهضة، وحديث عام حول موقف السودان وحول العلاقات أيضا التاريخية بين السودان والولايات المتحدة، وكان هنالك حديث أيضا حول المسألة الحدودية بين السودان وأثيوبيا. الفريق عبد الفتاح البرهان أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي بأن السودان حتى على استعداد لمساعدة أثيوبيا في أزماتها الداخلية من باب حسن الجوار، ولكن يعني الآن يحتاج الجميع للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. لذلك يعني يجب أن يكون هنالك نوع من الوساطة لهذه المسألة. نعم، فيما يتعلق بزيارة رئيس الكونغو الديمقراطية، أهم الملفات المطروحة للنقاش والمأمول من الزيارة. نعم، أهم الملفات المطروحة لنقاش بالتأكيد يعني على رأسها هو ملف سد النهضة والمشكلة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، باعتباره رئيس الدورة الحالية فيليكس تشيسكيدي هو رئيس الدورة الحالية طبعا للاتحاد الأفريقي. لذلك القضيتان مطروحتان أمامه، سد النهضة والمشكلة الحدودية بين السودان وأثيوبيا. بالنسبة لسد النهضة، هذه هي جولته الجولة الأفريقية، استهل بالخرطوم على أن يذهب بعد ذلك إلى القاهرة وأديس أبابا أيضا للتعرف على وجهات نظر الدول الثلاث، حتى يقوم الاتحاد الأفريقي بدوره في التوسط في هذه المسألة، وحتى يمكن الوصول لاتفاق ملزم كما ترغب دولتا المصب، ولكن أثيوبيا حتى الآن تتعنت في هذه المسألة، واقترب موعد الملء الثاني للسد في يوليو المقبل. أشكرك شكرا جزيلا مراسلة الغد سهام سعيد، كنت معنا من الخرطوم.